السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين هناك واحد السؤال كيطرح بزاف ديال المرات، وهو كاين بعض النساء كيكون عندهم مشكل ديال الخصوبة وتأخر الإنجاب، وكيديروا الكشوفات الأولية، يعني تحليل ديال المني، يعني كشف على الإباضة كتكون عادية، كيديروا الراديو اللي كيكشف على قناتي الفالوب والرحم، وكيكون هو النتيجة عادية، وما كيوقعش حمل من بعد بعض السنوات، وكيظنوا انه كملوا الكشوفات كلها وبانه ما كاينش سبب. وهو باش نقدروا نقولوا ونجزموا بان ما كاينش سبب، كيخص نكملوا الكشوفات كلها. فالكشوفات باش كتكون كامله عند المراه كيخص ضروره اجراء عمليه جراحيه بالمنظار الباطني للكشف على الاعضاء الجنسيه الداخليه، المبيض وقناتي الفالوب، لانه كيكون واحد المرض منتشر ولكن ما معروفش بزاف، وما كيفكروش فيه بزاف ديال النساء، لانه اما ما عندوش اعراض دائما او عنده اعراض ولكن ما كيعطيوهاش اهميه، يدي الالام ديال الحيض او ديال الالام في الجماع، وهو مرض بطانه رحم مهاجره. فهذاك المرض كيقدر يعيق الحمل، وكيكون ما كيبانش في الكشوفات اللي دارت قبل، وكيقولوا بان ما كاينش سبب، ولكن ملي كتجرى هذه العمليه بالمنظار كيبان هذا المرض هذا، واللي عنده علاج ومن بعد علاجه في الحاله في اغلبيه الحالات في 6 شهور المواليه كيقدر يوقع حمل. ولكن كذلك كاين انه من بعد ما اجراء هذا الكشف بالمنظار الباطني كنصيبوا انه الاعضاء الجنسيه سليمه ما فيها حتى شي حاجه، وهنا عاد كنقدروا نقولوا بانه هذا تاخر الانجاب، يعني ما عندوش تفسير، يعني لانفيرتيتي انكسبليكي. وهذا في هذه الحالات عندنا جوج ديال الطرق ديال العلاج، اما كنقوموا بتنشيط الاباضه يعني باكثر من بويضه، جوج ثلاثه البويضات مع تلقيح بالرحم، او اللي كيعطي نتائج افضل هو التخصيب الخارجي مع الحقن المجهري اذا كانت الضروره لهذه التقنيه. فالسبب ما كنقدروش نقولوا بانه ما كاينش حتى كنكونوا كملنا جميع الكشوفات، ولكن هذه مسألة كاينة أننا نقدر نجريو جميع الكشوفات ويكون كل شيء عادي وكل شيء سليم، فكيبقى كما قلت هاد الحلين اللي كيقدروا يعطيو حمل في بعض الحالات ملي كيكتب الله.